سونيا. مساء الخير بابا. مساء الخير بنتي. راك خارج؟ ايه عندي شغل راني خارج. وشنو هذا؟ جاتو. جبت لا ليسونس. سي با فري. جبتي لا ليسونس؟ مبروك عليك يا بنتي، مبروك عليك. ما تقدريش تتصوري شحال راني فرحان بك. يبارك فيك بابا. وبهذه المناسبة راح ندير حفلة صغيرة اليوم في الليل. يا اخي تكون هنا؟ ما نعرف اذا كان نقدر نكون معاكم، بصح بصح راني نعمل مجهودي باش نكون هنا ان شاء الله. تعيش بابا، حاول تدخل شويه بكري للدار. الحفله بلا بيك راح تكون سانطه. ان شاء الله ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. على كل حال مبروك عليك. مبروك عليك. هيا مالا شويه هكدا. ربي يسهل بابا. بالك تنساني؟ لا ما ننساكش بنتي، ما ننساكش. وفينا جبتيها يا راني شوفي بط الحلوة جبتها يا خالتي زينب، جبتها وراني ميتة بالفرحة. بعيد الشر عليك من الموت يا بنتي، لعديانك ان شاء الله تجيبي وتجيبي. يبارك فيك ويهنيك ان شاء الله يا بنتي. دوك ما تطوليش وتلقاي الخدمة. انا وزهري الخدمة في بلادنا ماشي سهلة يا خالتي زينب، غير لصرات معجزة وسيغتو اللي عندهم ليسانس كيما انا في علم الاجتماع. لا ليسانس؟ انا ما نفهم والو في هاد الشي يا بنتي. انا اعطيني نغسل ونطيب ونمسح والباقي خلي ربي. هكذاك خير، راكي مهنيه على خاطر كل ما تحوسي تفهمي بزاف تهبلي. حقا بابا شتو خارج عنده بزاف اللي جا للدار. هي درك دخل بالخف وعاود خرج ما بقاش. دوك نجي نبدل حوايجي ونرجع. صبرينا، واش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. وكيفاش الفتحة؟ ايه خلاص درنا الفتحة هدا ونخرجوا. يسلمك حنونة، العقوبة عليك ان شاء الله. حقا رحتي لافاك؟ ايه هدا ويكون تما. بصح شنو قال لك لي غزو تما يخرجوا حتى الغدوة الصباح؟ غدوة الصباح؟ ايه غدوة. وكيفاش نديرو؟ تحبوا نجوز عندك للدار ولا نتلاقاو ديريكتوما في لافاك؟ غدوة الصباح ما نقدرش في ريال. عندي غونديفو عند الخياطة على 10. ايه باش نجيب غوندوغا وغاناس تاعي. الا حبيتي نتلاقاو العشية. ايه خلاص شوفي غدوة عز زوج ان شاء الله هاني نكون عندك. بارفي داكو غدوة ان شاء الله. هيا بقى على خير. راني متحقة باللي ما يجيش. انا قلبي برد من جهته. شكون يعرف؟ بالك راح يدير لنا اون سيربريز. على حسابه قال لي راح ندير مجهودي باش يجي. دوك نشوفو. انا راني خمم كيما يما ما ظنيتوش يجي سونيا. وانت رضا واش رايك؟ من مقبل وانا نطلع ونحبط. واش جاي دير في الدار؟ دخلا وخرج. اوا هادي فيها انا ولا واش قلتو؟ ماشي غير فيها انا. سونيا كش ما كانت في يدو ما كانت في دوالو لا ساكوش برك. راني السير بلي جاي ديك شي حاجه. وشنو؟ ما على باليش. شكون اللي جاي لهنا؟ مساء الخير عزوز. مساء الخير. سيد علي الوردي راه هنايا. هذا وين وصل؟ ما كان مع حتى واحد. ما كان حتى واحد. مساء الخير سي الوردي. مع السلامة. معلم ما تسحق والو. اوكي. ريح ساعة تمام. صح. ايوه. خير ما جابك؟ خير ان شاء الله. راني محتاج دراهم. يا ساعة تمام يا ساعة تمام.
يقدك نرى لها بالطابلة. قلت باللي الدراهم ما نسلمش، يعني اللي جيت على الدراهم راك تضيع في وقتك. جبت معي الذهب. ذهب؟ أنا ما جيتكش غير هكذا كبرت. عرفت تشوف هالذهب؟ جبت هالذهب باش نراهنو عندك. شوف هذه، شوف هاد لاكورمال شحال. شوف الساعة تمن يا ساعة ما تفي عطلي ترى على الذهب. علاش ما تديهوش؟ أو محال أنا جبتو رهينة نراهنو عندك برك. هذا مكان شغلك الذهب ديالك وانت مولاه. بصح عندي شرط عليك زوج حاجات. واش هو هاد الشرط؟ الأولى نسلف لك الدراهم وعندي معك فايدة. واش حس؟ مازال ما خلصت. 20%. وعلاش انا حسبتني بنكة؟ واش حسبتني؟ ولا يجي في بالك يروح للبنكة نرهن كاش حاجة ولا نسلف الدراهم مع البنكة؟ يعني تعطيهم لي بلا انتيري. صح صح. واش يدير الميت في يد الغسال؟ موافق داكور. صح كي راك داكور ملا قعدنا غير نقوموهم. بس نقول لك حاجه، والله يا سي مرتي غير عمري ما شفت واحد بروفيتور وانتهازي كيما نتايا. اسمع يا سي دوك تقبل الشروط ديالي، تقبل الشروط ديالي ولا ما كاش هو الذهب ديالك. خلاص وهاي الباغ خلاص سي مرتي خلاص. راني قابل. كاينه حاجه واحد اخرى يا سي. واشنو هي تاني؟ عندك 15 يوم. 15 يوم كي نعطيك الدراهم في 15 يوم، لو كان ما تردليش الدراهم في 15 يوم الذهب هذا يولي رزقي. قلت لك وما زلت نقولها لك، انتهازي وبروفي. احمد انا درك مساله السوق. معليش يا سيدي نعطيك فيهم 5 ملايين. وشنو؟ 5 ملايين. شوف لاكورمات والله انا غير لاكورمات هادي عندي 10 سنين خلصتها 9 ملايين، ودروك راهي تعمل 3 مرات القيمه نتاعها. روح شوف السياغين، شوفها في الفيترين شحال تسوى وتاكد بنفسك. يدرك شنو؟ رزقتك تجي لعندي ولا واش؟ تحب نبكي معاك؟ انا قلت لك هي تقمر. انا قلت لك بيع الصياغه ديال مرتك. عندي شروط يا اخي، تقبل ما تقبلش، ما تقبلش راح تربح على روحك. ما راني نقول لك نعطيك 5 ملايين واحبس. ماشي ما خلصش 5 ملايين نعطيهم لك ونعطيك 10 ايام في يدك. لو كان ما تردليش الدراهم الذهب هذا يولي ديالي. ولا ما حبيتش يا خويا راني نقول لك باللي عندي 10 سنين غير ما قرمت. لا 5 ملايين عزاز. وي خلاص خلاص خلاص. خلاص يا سي عزوز خلاص. فريت مع فريتها مع هاني قابل. هاني قابل هاني قابل هاد 5 ملايين. بروفيتي بروفيتي عندي تصار. انا المكحوس. اسمح لي سي الوردي. خلاص صافا 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 صافا. عزوز جيب له كاس ما وجيب له 6 ملايين ماشي 5 ملايين يا سيدي. صح اوكي. مس الخير يا بنت. مس الخير. هذا وين جيت؟ واش كاين تاني؟ سونيا عرضتنا العشاء. سونيا واش هي لوكازيون؟ جابت لا ليسونس تاعها. مبروك عليها يا سيدي. والله غير جابتها يا واش راكي تسمى؟ هيا نودي واش تحوايجك باش نروحو. انا ما نروحش دوك سي تخوتاخ. هذا وين عاودت عيطت لي وكيما على باليش ولات زيد تطول قلت لها تسمح لي.
الله غالبه الخدمه لا هنا وانا ما على بالش. اسمحيلي حتى ما بهمل لدرك مازال ما دخلش. بالك شغل شدو هذا مره ما كان لا شغل لا والو. هذه مده من اللي رجع يسهر وما يدخلش بكري للدار. وكيف هذا عمرك ما هضرت لي؟ ضربو حمار الليل خطره يدخل على الزوج ومرات يدخل على الثلاثه ومرات ما يبانش حتى الفجر. عمرك الا حكيتي لي هاد الحكايه؟ حتى انا غير كيما سمعت رجعت سيرتو ما تعجبش. غير البارح برك ما دخلش حتى الثلاثه تاع الصباح. امي عثمان يجي منه هاد الشيء والله ماني مآمن. لو كان غير جات في هادي برك حتى الكونتون بوك تاعو السلام عليكم رجع للصفر. وشنو؟ منك بصح في هضري. وش بيك؟ أيوه. وش كاين؟ زاقات والله غير زاقات على الصح. وانا اللي سلفت له شويه دراهم. سلفت له الدراهم وهذا وين تنطق بيها؟ وش عاد سلفت له ان شاء الله؟ 5 ملايين. 5 ملايين كي خرج منا ما راحش قباله للدار. شي وين راح يصرفهم؟ ماشي محال. اسمع واش رايك لو كان نعملو دار داركم؟ ايه كيما تحب. يا ما واش دير روحك. ما كاش حل واحد اخر. انا خلاص ديت اون ديسيزيون وما نوليش اللور. بصح ماشي حق عليك تحكي سرار الدار لصاحبك رفيق. هاد الشيء همنا احنا. ما كانش نسمر براني. سالي واش شكون صحه وليدي؟ هذا ما يكون غير بابا. كي تفكر يجي كاع لاباس. او تشوفهم ديالكم. سلام عليكم مرحبا بكم. مساء الخير. مبروك عليك بابا. يسلمك. ناخذ بالهدف. مبروك عليك. تخي كونتون. ما كنتش كامل نستنى فيكم وسيرتو كي قلتي لي ما نقدرش نجي. على بالك غير كملت الهضره معاك هو دخل. مزيان كي جيتو رانا كامل مجمولين يخص غير باباكم. خساره ماشي حق بعدا في مناسبه بحال هادي ما عنده حتى عذر. لو كان غير جات في هادي برك حقا. سمعت جال عندكم يباح في الليل دهشت. هادي مقله الفهامه يقلق الناس في نص الليل. على بالكم واش جاي يدير؟ جاي يسلف الدراهم على مختار. عرفتها دراهم. واش حسلف له ان شاء الله؟ 5 ملايين. ربحات ما كفاش فرغ الكونت ديالو راح يزيد الدين من فوق. لازم علينا نتحركوا راني شايفه فيه رايح يغرق ويغرقنا كامل معاه. شوف مختار لو كان يزيد يقصدك اقترح واحد اخرى الله يرحم الشيخ ما تسلفلوش يا اخو. ما تكساش راسك اختار اخرى نعرف كيف نتصرف معاه. مانيش عارفه هاد الراجل واش بيه واش يخصو باش يدخل روحو في معمعه كيما هادي. الله يهدي ما خلق. كاهي ديس ما تربحش كاهي دفاني. اسمح لي كيدو اسمح لي انا ماتش انا سامحني الحبس. شوف لي ديس مليون زوج لا جيبوا لي جيطوات عندك واحدة زوج ثلاثة حطهم نص لوفرتير 300 مكاسيك بستة وعيد أجل كيف كيف برا جيبوا التوالة Thank you.
استكر ليك الهضرة سيد المنصب خمسة لا خمسة بليز خمسة فريدة ابطيك يا وليدي كي خرجنا لقينا رودة تاع طوموبيل ابلا عاونت مختار باش بدلها على هذيك اللي بطيت راني ميت بالعيا راح نرقد مساء على خير شفت يا وليدي التبهدله اللي دار لنا باباك مع مختار نهار جاي يخطب نبيله تكبر عليه لا خاطر خدام شهريه واليوم كي تبدل الزمان ولا هو يسلف عليه حشمنا وكان عطى ربي راه بخير وما راهش محتاج ما عرفتش وين نحط راسي من الحشمه قدام مختار ولو كان نحلت الارض راني دخلت فيها روح ترقد يا وليدي ما تعمش راسك ربي يدير تاوي روح سبحان مساء الخير صباح الخير كملي ما كملي وانت يا واش جاوبتيها انا قلت لها حتى نسقسي بنتي وانت واش خممتي والله غير راني حيره وانت يا واش قلتي انا لو كان جات ليا ما نطلع ما نحبط نقبل وعينيا مغمضين الولد طبيب كارديولوج عنده سكنه طوموبيل وعزيز عند مواليه ما تعرفيش شحال وعلى هذاك ما يسعاو فيس يونيك وبابا واش يخدم بابا ديبلومات غير ما خرج اون روتريت وما قالتلكش وقتاش هما عاولين يجوا الجمعه الجايه تجي هي اختها وليدها هكذا تقدري تعرفي عليه وتشوفي الا عجبك ولا لا مدابيا نزيد الخمام شويه خمي يا بنتي بصح غاولي لازمني غدوه نضلها بالخبر داكوغ يما غدوه ان شاء الله ربي يعمل تاويل ان شاء الله يا بنتي خمي مليح ها كونوا دار ما تربحش يا سي عثمان فولو فون لا لا عندك كل وقت تبقى شو سوش غير باس يا عثمان الصاكوشة ديالك لا تنساهاش هاك حسبني بيجي طاهر خالتي زينب نعم راني حنخرج طوموبيل قولي لي ما راني نسنى فيها لتحت ياك ما عليه وليدي مشي بسلامه دوك نقول لها الله يسلمك صباح الخير رضا صباح الخير راك رايح اني مزروب صباح الخير خالتي زينب صباح الخير بنتي جوزي تشربي قهوتك دوك نشرب شفتي سمير كي خرج سمير تعرفي وتشو صفر كي الحبه تاع القاص ما شدد الخلعه ان شاء الله ربي يجيبها له في الصواب قهوتو شربها بالوقفه ربي يكون معاه مزيه اليوم يكمل لي زيكزامان ان شاء الله ينجح يا بنتي ان شاء الله ربي ينجحو ان شاء الله بعد الايامات هذو الاخرين عنده ما سهر انا عامي ان شاء الله ما تروحلوش هكذاك ان شاء الله صباح الخير يا زينب صباح الخير يا امينه رضا ويسنى في كل تحت صحه لا زينب طلعي البيت ولا ستي سي عثمان راه قد نوضي ما عليه هيا نشربو قهوتنا فين هيا اسحقها وفوق هيا على بالك على قداش دخل باباك على الخمسة تاع الصباح يجي في بالك بلي راجل عاقل يدخل على الخمسة تاع الصباح لدارو انت يا
عدتي فاطمه حتى الخمسه تاع الصباح. طير عليا الناس، هاكي تشوفي عينيا كيش راهم فشلانين. هولني وكل عليه ربي. ما تقلقيش روحك يما، خمي شويه في صحتك، ولادك راهم هنا ان شاء الله نديروا اليد في اليد وبابا يرجع كيما كان زمان. هذا واش راني نتمنى، بصح باباكم الا طول في هاد السيره راح انا نخرج من عقلي. يما الرحيم ما كان والو، ما كان والو، معليش. بسم الله الرحمن الرحيم، هادو كامل لي نير والزعاف تاع مسيو عثمان. وين راك رايحه يما؟ راح نخدم، رضا يستنى فيا. تروحي صايمه؟ ما كليتي ما شربتي؟ ما هواليش يا بنتي، ما هواليش. يما يما اسمي، وعلاش يما؟ وشربي القهوه تاعك تروحي هكذاك. في خاطري، في خاطري شربي القهوه تاعك. هيا معليش. يما راني خممت في الموضوع اللي هضرنا فيه البارح. واش خممتي؟ هادي حاجة تفرح. شوف صدقني يا سي حسن، مادام دوسول اللي راني نهضر لك عليها ما نبيعهاش من والو، على بالك جايبها من الخارج سبيسيالمون المشتريه ديالي. السومه سخونه شويه صح، بصح الحباب كاين مفهم. داير سقسي سي زبيره وعلى بالك. راني صدقك يا سي مختار، ولا على اللي قصدك انت وما راحش غيرك. شوف ما تندمش عليها، ويلي عجبتك السلعه نساعدك نبيعها لك بالسومه كيما اللي داها سي زبير. بارك الله فيك يا سي مختار، في هاد الساعة راني محتاج إلى دار دو سول كيما اللي داها سي زبير. ما كاش مشكل، شوف واش يساعدك أنت وحنا رانا هنا. شحال تحتاج بزاف؟ راني محتاج قس لا فيلا ديالي، داير راني خديت لي ميزير. بارفي، هكذا ندير لك كونتاكت مع لاجون دو فورنيسور تاعي وهو يسكلف بك. ها اسمح لي دقيقة برك. نعم. نعم يا داكور. شوفي لنا سي عيسى باش يستكلف بالسي حسن هكذا. هاي صح، هاي فرات يا سي حسن. بارك الله فيك، الله يكثر من تركه سي حسن. اسمح لي. وي وي قولي له اصبر شويه. هكذا هاي صح. سي عثمان قالك صبر شوية راهم عن نشتري. صحة يرحم والديك. يسلمك. الو علي، اروح عندي يا كاين مشتري. صحة سي عثمان، تفضل رياح. لا صحة صحة. بلانتي شوف يا سي حسن، هاكا الفيزيت تاعي الوقت اللي حبيت عيط. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة محمد. في الأمان يا سهل، في الأمان. تفضل سي عثمان. يعطيك الصحة. يسلمك. السلامة يا عثمان. الله يسلمك. واش راك مع الصحة لاباس؟ بخير وأنت؟ الله يسلمك ربي والعائلة بيان. بخير كامل بخير الله يسلمك. تفضل يا عثمان. يعطيك الصحة. إيه. صح ما شاء الله. الله يسلمك عمال، ربي يكمل لك ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. الخدمه ماشيه والله الغايه الحمد لله. الحمد لله ربي يزيد لك خير على خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عندك مشكله يا عثمان، على حسب ما راني نشوف فيك ما راكش مليح. لا ما كان والو، ما كان والو يا وليدي. وشنو جيتك على الدراهم اللي سلفتهم لي المره اللي فاتت؟ بصراحه راني حشمان منك. علاه واش كاين؟ ما نقدرش نرجعهم لك هاد الايام. ليش هاك تقلق في روحك يا عثمان؟ في غردك كاش واحد راه يخنق فيك؟ ريحتني الله يجازيك، بصح دير في بالك غير دراهمك اللي يرجعوا لك. بلا شك عمي عثمان ما كان لازم نقدر روحك.
الوقت اللي ساعدك. ما تقوليش جيت غير باش تقول لي هذا الكلام. لا لا، في الحقيقة جيتك على حاجة واحدة أخرى. إلا نقدر عليها بالفرح والسرور. شوف، نحتاج 5 ملايين لو كان تكمل مزيدك تسلفهم لي تاني.